صراحة كل شوي نطلع نلاقي إطلالة أجمل وأجمل، شايفين يا إخوان؟ البحر تركواز بصورة أقسم بالله نفسك تشرب منه مش تسبح. بس لا عن جد الكافيه يا إخوان رومانسي صح، حتى الناس اللي جالسة هون كلها جاء ناس رايقة على الأخير يا أخي. أسعد الله مساءكم حبايبي القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. أخيرا وصلنا مدينة بودروم واللي تعتبر واحدة من أجمل المدن الموجودة في تركيا. فعليا هاي المدينة بتجمع بين مجموعة من الخصائص، وأبرزها على الإطلاق إنها بتجمع ما بين السياحة الترفيهية والسياحة التاريخية، موجود فيها عدد من الآثار بالإضافة كمان لمجموعة من أجمل شواطئ تركيا. خلال هذا الفيديو رح نعرفكم على مدينة بودروم، لكن لو أول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناة، تعمل لايك للفيديو، تنشر الفيديو في كل مكان. خلونا نبدأ. حبايب القلب وصلنا حاليا اهم معلم سياحي موجود في مدينة بودروم واللي هي القلعة يا اخوان. القلعة رائعة جدا واللي بيميزها هاي الاطلالة، شايفين على المارينا دايركت، وهذا الاشي حلو جدا للناس اللي بتحب التقاط الصور. هذا المكان راح يكون اشي مهم ومميز بالنسبة لهم. شايفين القلعة يا اخوان، صراحة ممتازة جدا. ادخلية للأجنبي 150 ليرة تركي، وبالنسبة للناس المقيمة ومعها إقامة ومعها جنسية تركية فراح تكون 60 ليرة كارت، بتدخل فيه أغلب المعالم السياحية الموجودة في مدينة بودروم. عشاق الأماكن التاريخية وإنتوا بتمشوا في هاي القلعة فعلا راح ترجعوا بالزمن لورا، راح تقعدوا تتأملوا تمام كيف عملوا هذا المكان، كيف صامد لغاية يومنا هذا ولسه موجود مثل ما هو. فهذا الإشي حلو جدا تمام، وشاهد من شواهد هاي المدينة على عراقتها وتاريخها الكبير. وحاليا دخلنا لمنتصف القلعة، شايفين التصميم من الداخل كيف؟ يعني معمول بطريقة ما شاء الله. هذا جامع تمام، على الأغلب تم بناؤه بعد فتح بودروم، أو خلينا نقول السيطرة على بودروم وإعادتها لتركيا من اليونان، شايفين؟ وحاليا احنا في الجامع من الداخل، حكيت لكم انه في جامع في القلعه، شايفين؟ هذا القزاز تحت صخور، ولكن الاشي جميل صراحه، معمول بحرفيه عاليه جدا، صراحه كل شوي نطلع نلاقي اطلاله اجمل واجمل، شايفين يا اخوان؟ لا وكمان يعني وين ما بتطلع وين ما بتوقف بتلاقي اطلاله وصور اكثر من رائعه بهذا المكان. طبعا اعملوا حسابكم انه القلعه موجود فيها عدد كبير من الاثار، يعني في غرف فيها اثار بصراحه ما صورت لانه ممنوع التصوير تمام، فممكن خلال زيارتكم برضو للقلعه تتعرفوا على هاي الاثار. أنا الآن على الكورنيش في مدينة بودروم، وموجود خلفي مباشرة مارينا بودروم، موجود فيها مجموعة من أجمل اليخوت في العالم يا إخوان. يعني بإمكانك خلال زيارتكم، ما بعرف إذا في يخوت للإيجار وأكيد موجود، يعني كونها مدينة ساحلية راح يكون فيها يخوت للإيجار، تاخذ يخت أنت والعيلة تنبسطوا. يعني ما شاء الله شايفين كل شيء بدكم اياه من ترفيه وراحه راح يكون موجود في مدينه بودروم فعليا. احنا في اواخر الصيف، خلينا نحكي في شهر 9 الان، ودرجه الحراره جدا عاليه هون عن جد، يعني والرطوبه موضوع ثاني ومختلف خالص.
يعني فما بالك لو جيت بشهر 6 ولا 7، فعليا راح تكون حريقة هون، يعني راح تستوي يا معلم. والمكان اللي انا فيه حاليا من الاماكن الحلوة جدا في الداون تاون، يعني لما تيجي لمركز المدينة بامكانك تمشي وتتسوق من هذا المكان، واكيد تفاصل في السعر عشان تحصل الاسعار اللي بدك اياها. صراحة موجود كل شيء تقريبا، هدايا، اكسسوار، ذهب، فضة، كل شيء، حتى كافيهات موجود. راح نصور لكم هذا المكان بالليل لحتى تستمتعوا اكثر بالمنظر مع الزحمة اكيد. وطبعا حاليا زي ما انتم شايفينه بيطلع وراي موجود امام الساحل في بودروم، البحر تركواز بصورة اقسم بالله نفسك تشرب منه مش تسبح، بس يعني انزل المي وانسى كل الموضوع اللي انا جاي مشانه. يعني انا اساسا جاي اصور ولكن حمسني، لا بده يوم سباح معلش يعني. في الناحية الثانية القلعة هناك، عشان تعرف توصل لهذا المكان راح احط لكم العنوان بالوصف، بالاضافة كمان انه لازم تيجوا تسبحوا في بودر لازم. عن جد صرت متحمس جدا لاجي للمركز بالليل واشوف الاجواء هون كيف. اذا بنهاره هيك فما بالكم بالليل، اعتقد راح يكون ممتع اكثر، اجواء في التوب اكثر. طبعا حاليا الساحل مولع، كمية الناس اللي بتسبح كبيرة جدا، فما راح اقدر اصور صراحة، اكيد الاغلب بيعرف ليش ما راح اصور، ولكن حلوة جدا وتستحق للناس اللي حابة تسبح في اماكن مميزة. كنا صورنا فتحية قبل هيك وبودروم نفس الشيء، بتستحق الزيارة صراحة. جلسنا نتغدى واحنا ماشيين يا اخوان في المركز في بودروم. هذا المكان موجود فيه اصبع كباب، انا ممكن انام هون عادي جدا بدل ما اخذ اوتيل انام بالمطعم عندهم. انا احبك. اي والله كذا. بس عندهم اللحمه هون بالخضار يا اخوان، عن جد هي بتعمل طعم رهيب جدا، مشهوره جدا اصلا في بودروم، سواء كانت لحمه او حتى دجاج. بالنسبه لسندويش الشاورما هاد طعم بطريقه ما تخيلتها، عن جد كنت متوقع انه شاورما عادي هي لحمه زي شاورما الاطراف المعتاده، ولكن تفوز، عن جد تفوز. حابب احكي ثلاث شغلات. الشغله الاولى، خلال زيارتكم لمدينه بودروم او اي مدينه ساحليه تركيه، بامكانك لو امكانياتك الماديه ضعيفه انك تجلس تتغدى وتقعد كافيه بمطاعم البلديه، في مطاعم مخصصه من قبل بلديات المدن هاي باسعار خلينا نقول معقوله، سواء كان اكل، كافيه، مشروبات، كل هاي الشغلات باسعار في متناول الجميع. يعني لما بتوصل بودروم ابحث على الجوجل ماب عن كافيهات البلديه ومطاعم البلديه، راح تلاقي كل هاي الشغلات. هذا واحد. الشغله الثانيه بخصوص اماكن السباحه، طبعا على الساحل موجود عده اماكن، من هاي الاماكن سواحل بتتبع للبلديه، تمام، اللي هو بلاج مكان السباحه تابع للبلديه وهذا بدون اجره، بامكانك تجلس وتسبح امورك تمام. في اماكن ثانيه خاصه اللي هي بتكون تابعه لمطاعم وكافيهات، وهاي عشان تسبح فيها تمام بدك تدفع إدخولية أو إنك تطلب طلبات من خلال هاي المطاعم أو الكافيهات. الشغلة الثالثة والأخيرة واللي هي الفنادق. الفنادق في بودروم حاليا أسعارها بتبدأ من 20 دولار للغرفة الدبل، يعني أقل إمكانيات فندق 20 دولار، فيما فوق يعني، هذا في بودروم تحديدا، وإحنا حاليا في شهر 9، في السيزون ممكن تلاقيها أغلى شوي تمام. هذا كل التفاصيل اللي بدي أحكيها بخصوص الثلاث نقاط اللي ممكن أغلبكم يسألني عنها. طبعا انا حاليا صرت في الداون تاون لحتى اصور لكم الاجواء المسائيه بهذا المكان. زي ما انتم شايفين المحلات كلها شغاله، حركه ما شاء الله،
بنفس الوقت الإنارة والأجواء للناس اللي بتحب الصور راح يكون المكان مناسب. أنا ما بعرف ليش بحس حالي بصور للناس اللي بتحب الصور والتصوير علشان أنا بحب التصوير فعلاً. الأماكن زي ما حكيت موجود فيها كمية كبيرة من المحلات التجارية اللي ممكن تتسوقوا منها تاخذوا منها هدايا، وأكيد لازم تفاصلوا بالأسعار لحتى تاخذوا الأسعار المناسبة. خلال زيارتكم لمركز المدينة أكيد لا تنسوا زيارة هذا الشارع، شايفين الشارع هذا شكله جميل جدا، بالإضافة لوجود عدد كبير من المحلات التجارية اللي ممكن تتسوقوا منها، والشغلات هاي تحديدا أنا شخصيا تلفت انتباهي. شايفين هاي شغلات أغلبها أو 80% منها هاند ميد، يعني بإمكانك تشتريها للناس اللي بتحب هاي الشغلات، راح تلاقيها موجودة. موجود كمان عدد من المطاعم، حلويات. والله المشي لحالها هون بترد الروح للأمانة. الصوت هذا صوت الشغلات اللي حكيت لكم عنها قبل شوي. وبرضو اكيد لا ننسى، شايفين كافيه، لا ننسى الشغلات اللي راح اوريكم اياها بعد شوي اللي هي رسومات بيرسموها وقت يعني قدامك بالوان قريبه جدا للالوان الطبيعيه، اجواء المباراه. هاي هي الشغلات راح اوريكم اياها. هاي شايفين هاي الشغلات كلها بإمكانكم تشتروا منها لأنه عن جد حلوة جدا بمعنى الكلمة. شايفين رائعة رائعة رائعة. ناس بتحب الشغلات والرسومات هذا المكان مناسب جدا، موجود في مركز المدينة. عشاق الجلسات الرايقة والهدوء والروقان والعشاء الرومانسي، هذا المكان أو الكافيه أو المطعم تمام رائع جدا، إطلالة على القلعة على البحر مباشرة تمام، تجلس فيه ترتاح أمورك في التوب، روقان، ميوزك خفيف، إنارة على أعلى مستوى، عن جد لفت انتباهي بطريقة ما بتتخيلوها. كنت حابب اجلس فيه ولكن لازم اكمل الفيديو ونصور اشياء تانية. راح احط لكم اسمه بالوصف لحتى تقدروا توصلوا له، او حتى ممكن يطلع معاكم بالشاشة. هسا انا في مكان عن جد بالنسبة لي اجمل مكان شفته في بودروم لحد الان على مستوى الكافيهات. طبعا شوفوا يا اخوان، يعني هذا الكافيه ديكور المعمول مكلف اكثر من اي كافيه ثاني صراحة. شوف ما شاء الله الاشي فعلا يستحق ان الواحد يجلس جلسة رايقة هون، كل شيء موجود. والاجمل من هيك هاي الانارة، او يوسف موجود والامور طيبة. يعني احنا راح نجلس هون هيك ونشوف الامور كيف. لا عن جد الكافيه اخوان رومانسي صح، حتى الناس اللي جالسة هون كلها ناس رايقة على الاخير يعني. والله لا انا مبسوط، انا مبسوط بهذا الفيديو لانه فعلا في هيك اماكن وهيك مناظر تستحق فعلا انه الواحد ممكن يزورها. الشيء الوحيد اللي انا متاكد منه الكافيه اللي جلسنا فيه قبل شوي كلهم كابلز وعائلات الا انا ويوسف. يوسف الحبيب يا اخوان كلهم كابلز. ايه شعرنا، والله شعرنا بالاحراج قمنا مشينا عن جد شو نسوي، ما في اي اجواء، انت قاعد انت ويوسف، يوسف بيلعب في التليفون وانا بلعب في الكاميرا، فمشينا. طبعا هاي هي الاجواء الموجوده على كورنيش بودروم، كافيهات كثير موجوده، استراحات هاديه رومانسيه، اجواء في التوب. هاي شغله. الشغله الثانيه اللي بدي احكيها بخصوص الرحلات او الاكتيفيتيز اللي ممكن تعملوها في بودروم، موجود كثير من الاكتيفيتيز واغلبها موجوده في المدن الساحليه كلها، يعني انطاليا، فتحيه، مرمريس، كلها نفس الرحلات تقريبا، التكنه، الباراشوت المائي، موجود كمان الموزه، بالاضافه كمان التكنه طبعا اللي هي جوله القارب تمام بالبحر، بتضلوا من الصبح للعصر، بالاضافه كمان للسفاري. يعني هاي كلها تقريبا الرحلات اللي ممكن تعملوها في بودر. وهيك بكون وصلت لنهايه الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، حاولنا قدر الامكان نعمل لكم فيديو خرافي من بودروم. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه، تعمل لايك للفيديو، تنشر الفيديو في كل مكان. نشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.